ذلك اللاعب رقم 10، لاعب هاون. أراد السيد غسان أن يلعب في الوسط مكان سعد ليسيطر على المرتدات من السلة، لكنه لا ينفذ مهمة لاعب الارتكاز أبدا، وفي هذه الحالة سيعتمد فريق الصقور على فادي في التسديد. لا شك أن اعتمادهم سينصب عليه، ولا سيما بعد خروج سعد. فادي شامر انتبه. الفرق 5 نقاط، الوثبة في موقف محرج. هل استطاع قراءة اسلوب لاعبنا لهذا مررها الى سهيل؟ كنت رائعا يا حسان، شكرا. انه واجبي. مجرد هاون لا يمكن ان يكون بارعا، لابد ان يستخدم فادي هذه المرة. سيمرر فادي. كيف فعل؟ تقلص الفارق إلى 3. هذا أمر مقلق. إلى الدفاع. لست واثقا. أي نوع من اللاعبين هو؟ لا أعرف. أقول تشاهد.